السلام عليكم. اليوم درسنا هو على الترمول 5 تايمر. الترمول 5 تايمر هو اي سي موجود بهواي مكانات يعني استخدامات كلش واسعة، تتراوح من الاستخدامات البسيطة اللي هي بالدوائر اللي كلش بسيطة وبالأجهزة اللي صغيرة مثل لعب الأطفال وغيرها، إلى الأجهزة المتوسطة، إلى الأشياء اللي كلش كبيرة أو الأشياء اللي خلينا نقول هي معقدة جدا مثل السبيس شيبس وغيرها اللي هي المركبات الفضائية. هذا الآي سي اخترع من قبل العالم هانس كامنزند عام 1971، ولحد الآن إلى استخدامات كلش واسعة. هذا الشكل الخارجي للآي سي، يتكون من 8 أرجل، 4 كل اتجاه، مثل ما قلنا رقم الآي سي هو 555، ومثل ما قلنا بالآي سي اللي هو 741 اللي هو الأوبريشنال أمبليفاير، الآي سي تكون بمنطقة حفر نص دائرة من الأعلى، تدل على أنه هذا المنطقة الحفر هي تكون للأعلى، وهنا البن اللي هو على اليسار راح يكون بن رقم 1. قد تكون هنا عندي دائرة صغيرة تدل على هذا البن اللي هو البن رقم 1. هنا بن رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هذن الأرجل مالت التربل 5 تايمر. التربل 5 تايمر يتكون قلنا من 8 أرجل. الرجل الأولى أو البن رقم 1 هو الجراوند، البن رقم 2 اللي هو التريجر، البن رقم 3 الاوتبوت مال التربل 5، البن رقم 4 الريسيت، الخمسة كنترول فولتج، 6 ثريشولد، 7 ديسشارج، واخيرا 8 الفي سي سي. طبعا اذا نلاحظ بعد يعني كل الاي سيات اللي موجوده عندنا لازم يكون بها جراوند وفي سي سي، بغيرهن هذا الاي سي ما يقدر يشتغل. يعني اذا ما تربط الجراوند والفي سي سي مع الاي اي سي ما راح يشتغل عندك هذا الاي سي. فلهذا اذا لاحظ كل الاي سيات هسه الاوبريشنال امبليفاير عشان عندنا 2 في سي سي اللي هو ماينس في سي سي والبلس في سي سي، وعندنا ايضا الجراوند. اذا ما نربطهن هذين الثلاثتين ما راح يشتغل عندنا الاي سي. هنا أنا أيضا نفس الشيء، عندي ال ground اللي هو بن رقم 1 وال plus VCC بن رقم 8. هنا أنا ما عندي minus VCC، ما أحتاجه، فإذا ما نربطهن ما راح يشتغل عندي ال IC. هذا structure الداخلي باختصار لل IC. طبعا ال IC يحتوي على ترانزسترات كلش هواية. هذين الترانزسترات يمثلن مراحل معينة من ال تربل 5 تايمر. إذا نشوف إذا هنا عندي ثلاث مقاومات واي واحدة، 2، 3، قيم المقاومات كل قيمة هي 5 كيلو. طبعا هذين المقاومات اللي يكونن داخل الأوبريشنال أمبليفاير، كل واحدة من عندهن قيمتها 5 كيلو أم، ولهذا الآي سي سموه تربل 5 تايمر، لأن بي ثلاث مقاومات قيمتهن 5 كيلو أم، ولهذا سموه 555 تربل 5. أيضا يحتوي على 2 كومبارترز، هذا 1 و2، لأن كومبارتر اللي هو المقارن اللي يقارن بين فولتتين. هسه هم راح نشرح شوية شيء بسيط عنه. هنا يحتوي أيضا على SR flip flop. هنا الريسيت مربوط على الكمبارتر رقم 1 والست مربوط على الكمبارتر رقم 2.
الكيو داش مربوط عندنا على الانفرتر طلع للاوتبوت، وايضا مربوط على ترانزستور بهاي الجهة. مثل ما قلت لكم قبل شوية انه عندنا الجراوند هنا البن رقم واحد دائما لازم يربط حتى تشتغل الدائرة، والفي سي سي لازم يربط حتى تشتغل الدائرة. بن رقم أربعة قبل شوية قلنا اللي هو الريسيت، هذا مربوط وين؟ مربوط على الريسيت داش مالت الفليب فلوب، يعني كل ما نعطي واحد هو يشتغل عندي الفليب فلوب، إذا أريد أرسته أعطيه صفر. هنا أنا شوية موضحة بشكل أفضل الدائرة، عندي هذه جهة المقاومات أذن اللي هن قيمة الوحدة من عدهن 5 كيلو، طبعا هاي القيمة ثابتة وغير متغيرة. ليش؟ لأن هي بداخل الدائرة، يعني مو في شيء خارج الدائرة وأقدر أغير القيم مالتهن. إذا نشوف هاي الحدود المنقطة هي هذه داخل الآي سي، آسف مو بداخل الدائرة، اللي هو تمثل الآي سي نفسه. فهنا عندنا هذين 555، هاي 5 كيلو أوم، وهذه أيضا 5 كيلو أوم، وهذه أيضا 5 كيلو أوم. نيجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكمباراتورز أو المقارنات، اللي هي تقارن بين 2 فولتجز. والمرحلة الأخيرة أو المرحلة اللي بعدها هي الفليب فلوب، قلنا SR فلوب الكيو داش مالته مربوط على الأوتبوت. طبعا مرات يجوز أشوف مربوط على كيو، مربوط على كيو داش، هي نفس الشيء الاوبريشن مالتها هي وحده. وايضا عندي هنا الترانزستور مربوط على الديسشارج بالجراوند، والاوتبوت هنا عندي بوفر يطلع لي للاوتبوت سيجنال. الفي سي سي هنا على بن رقم 8، الجراوند على بن رقم 1، التريجر على هذا الكومبارتر رقم 2، الثريشولد الكمبارتر رقم 1، الكنترول فولتج هنا على الجزء الثالث من هذا الكمبارتر رقم 1، وعندي الريسيت هنا مثل ما تشوفون على الاس ار في الفلو، والدسشارج هنا، وعندي الاوتبوت. شنو فائدة المقاومات؟ مثل ما قلنا قبل شوية انه ذن المقاومات قيمهن ثابتة، اللي هي كل واحدة من عندهم قيمتها شقد؟ 5 كيلو أوم، هذه 5 كيلو أوم، وهنا 5 كيلو أوم، وهنا أيضا عندي 5 كيلو أوم. من أسلط فولتية ال VCC وين مربوطات؟ شوف إن المقاومات وين مربوطات؟ مربوطات عندي بين بن رقم 8 وبن رقم 1، اللي هو بين ال VCC والجراوند. يعني كأنما عندي دائرة اللي هي VCC المقاومة الأولى in series ويا المقاومة الثانية in series ويا المقاومة الثالثة، ورايحات للجراوند اللي هو يرجع للفي سي سي. يعني كأنما عندي 3 مقاومات على التوالي مربوطات ويا مصدر الفولتية اللي قيمته في سي سي. إذا إيش راح يصير عندي؟ الفي سي سي تتقسم على هالمقاومات هذين الثلاثة، بما أنه هن مقاومات على التوالي. نفرض انه هذه بعد الدائرة ما مشتغلة، هذا هنا صفر وهاي هنا صفر، يعني ماكو تيار دي يفوت عندي، قلنا هو هذا التيار اللي هنا يفوت تقريبا صفر، فذني المقاومات يعتبرن على التوالي. فراح تتقسم عندي الفولتية مالت الـ VCC على 3 أقسام، قسم هنا على هذه المقاومة الأولى، قسم على المقاومة الثانية، قسم على المقاومة الثالثة. زين ايش قد راح تتقسم؟ راح تتقسم بمقدار VCC على 3 أو ثلث الـ VCC. فإذا نقيس من هاي النقطة للجراوند إيش كده راح نشوف؟ راح نشوف 1/3 VCC. إذا نقيس من هاي النقطة للجراوند إيش راح نشوف؟ هنا 1/3 زائد 1/3 مرة الأخ، فراح يصير عندنا 2/3 من الـ VCC. وشي أكيد إذا نقيس منا أنا والجراوند اللي هي نفسها اللي هو بالعكس اللي هو منا والجراوند اللي هي راح تكون الـ VCC بشكل كامل. فعندي أهم نقطة إنه نفتهمها، هاي النقطة اللي هنا اللي هي على كومبارتر رقم 1 ثلثين الـ VCC،
والكمبارتر رقم 2 ثلث ال VCC. سنجي عن شنو كمبارتر. الكمبارتر هو operational amplifier يقارن بين موجتين أو فولتيتين. احنا قلنا قبل اذا نشوف هذا الكمبارتر هو open loop مو closed loop، يعني ما في فيدباك. اذا الاوتبوت ما في فيدباك، للاسف الاوبريشنال امبليفاير ما في فيدباك، اذا الاوتبوت ما تشي يصير كلش عالي، راح يصير تكبير كلش كبير. قلنا تكبير مالته تقريبا 10,000، فأي فولتية تفوت راح تنضرب في 10,000 تطلع. بهاي الحالة راح يطلع لي أما بلس VCC إذا كان البلس موجب البلس أعلى، أو يطلع لي ماينس VCC. زين شلون يطلع لي بلس VCC شلون يطلع لي ماينس VCC؟ إذا نلاحظ هذا الكمبارتر رقم واحد تجي بي فولتيتين، فولتية تجي على الجزء الموجب، فولتية تجي على الجزء السالب. الكمبارتر شي يسوي؟ يقارن بين فولتيتين، ياهو الأكبر. إذا اللي على الجزء الموجب أكبر فيطلع لي بلس في سي سي، إذا على الجزء السالب أكبر يطلع لي ماينس في سي سي. إذن حقيقة هو شلون يشتغل؟ يعني ليش يطلع لي بلس في سي سي وليش إذا هذه أكبر، وليش إذا الماينس أكبر طلع لي ماينس في سي سي؟ مثل ما قلنا الـ operational amplifier إذا تذكروا بالمحاضرات الفاتت قلنا هو إذا طبقنا فولتيتين بنفس الوقت الـ operational amplifier راح يشتغل كسبتراكتر، يعني ينقص فولتية من الثانية. فإذا اللي على الجزء الموجب أكبر من الجزء السالب راح يصير مثلا هنا أنا كنا نشوف المثال هذا 9 ناقص 6 راح يطلع لي 3، الثلاثة هي موجبة راح يكبرها يضربها في خلينا نقول 10,000 راح يطلع لي بلس VCC لأن ما أقدر أطلع فولتية أعلى من VCC فراح تطلع لي بلس VCC. هنا احنا طبعا ايش نعتبر؟ إذا بلس VCC نعتبرها واحد. ليش؟ لأن نحدد VCC مالتها بفولتية معينة اللي راح تصير هنا نفس هذه، فراح يطلع لي واحد لأن أنا أحتاج هنا بالفليب فلوب أما 1 أو 0. الماينس VCC اللي تطلع لي اذا طلعت لي ماينس في سي راح تعتبرها زيرو لان انا ما عندي ماينس بالديجيتال، الديجيتال يقرا اما 1 او 0 فما عندي ماينس. هسه قلنا اذا هذه اكبر راح تصير 9 ناقص 6 3، الثلاثة راح تتكبر تطلع لي بلس في سي سي والثلاثة هي طبعا موجبة. زين اذا جتني بالعكس يعني مثل هاي اللي جوا اللي هو على كمبارتر رقم 2 اجتني الفولتية اللي هي على السالب أكبر من الفولتية اللي على الموجب، يعني هيج 9 وهنا 3، إيش راح يصير؟ راح يصير -9 + 3، إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي -6. إذن بالسالب، لهذا من تتكبر تطلع لي ماينس في سي سي، ليش؟ لأن هي بالسالب فيطلع لي 0. إذن الكمبارتر خلينا نفتهمه بشكل مبسط إنه هو يطلع لي الأوتبوت حسب الانبوت مالته هنا. اذا كان الانبوت على الموجب يطلع لي الاوتبوت موجب، يعني اذا الانبوت اللي على الموجب اكبر من الانبوت اللي على السالب فالاوتبوت يكون موجب، اذا الانبوت اللي على السالب اكبر من الانبوت على الموجب راح يطلع لي الاوتبوت بالسالب او 0. اذا شو وقت ما كان عندي الانبوت على الموجب كبير الاوتبوت راح يطلع لي واحد، شو وقت ما كان الانبوت على السالب كبير او اكبر من الموجب راح يطلع لي 0 بالاوتبوت. بعد ما فهمنا الستركتشر الداخلي خلينا نرجع شويه على الستركتشر الداخلي. اذا شفنا هنا افتهمنا ان الكمبارتر، افتهمنا المقاومات، نجي هنا للفليب فلوب. الفليب
فليب فلوب طبعا مثل ما تعرفون أو ماخذيها أنتو سابقا، إذا أجتنا واحد على ال R وجدتي على ال S zero راح يصير عندي ريسيت، إذا أجاني واحد على ال S وواحد على ال zero على ال R راح يطلع لي set اللي هي الكيوتش راح تطلع zero، إذا اثنينات zero راح يصير عندي no change. بعدين طبعا هذه مربوطة بالترانزستور راح ناخذه بعدين شنو فاتو عندي هنا الاوتبوت بوفر اللي هو يشحن يعني يطلع لي الاوتبوت سيجنال بتيار نوعا ما اعلى من اللي يطلع من الفليب فلوب. زين وين استخدم اني هذا التربل 5 تايمر؟ التربل 5 تايمر حاليا احنا هسه راح نستخدمه بالمالتي فايبريترز. شنو المالتي فايبريترز؟ المالتي فايبريترز هي عبارة عن دوائر الكترونية تطلع لي output signal بطريقة معينة. عادة output signal اللي يطلع من المالتي فايبريتر خلينا نقول حاليا بالتربل 5 تايمر هي سكوير ويف. هاي السكوير تختلف من مالتي فايبريتر إلى آخر، أكو ثلاث أنواع. النوع الأول اسمه A Stable Multi Vibrator، النوع الثاني Mono Stable Multi Vibrator، النوع الثالث هو Bi Stable Multi Vibrator. شو الفرق بيناتهم؟ ال A Stable Multi Vibrator ما يحتاج Input، يعني أربط الدائرة مالتي اللي Input مالتي هو فقط ال VCC، VCC هذا منتهي من عنده، لكن أي input ثاني غير VCC ما عندي بهاي دائرة الـ stable. الـ output ما تشعر راح يصير مثل ما نشوف هنا هو continuous، يطلع 0 1 0 1 0 1 إلى ما لا نهاية، يظل يستمر ويطلع 0 1. هذا الـ stable multi vibrator، يعني هو ما عنده stability وما عنده ثبات على فد output معين، أما صفر أو واحد. المونو ستيبل اللي هو يسميه أحادي الثبات، يعني يثبت على حالة واحدة مثل ما تشوفون هنا ثابت على الزيرو. شو وقت يتغير؟ لما تجي تريجر خارجية، تريجر هيك تجي بالص صغيرة من تدخل على المونو ستيبل راح يصير بيه؟ راح يرتفع يصير واحد، لكن هذا الواحد ما يستمر، يستمر لفترة بسيطة احنا نحددها بعدين اللي هي T1، وبعدين من كيفه يرجع للصفر. يعني المونو ستيبل هو يثبت على اما 0 او 1، لكن اذا تجي تريجر راح يغير الحالة مالته لفترة معينة وبعدين يرجع على الحالة المستقرة مالته. يعني هنا استقراريته على الصفر، اجت تريجر صعد واحد فترة معينة وهو من كيفه يرجع ينزل للصفر. زين الباي ستيبل، الباي ستيبل يحتاج تو تريجرز. هسه هنا بالبداية الاس ستيبل ما احتاجت اي تريجر، المونو ستيبل يحتاج تريجر واحد حتى يغير الحالة مالته، الباي ستيبل يحتاج تريجرات اثنين حتى يغير الحالة مالته. الباي ستيبل هو يثبت على حالتين، اما يثبت على الصفر او يثبت على الواحد، يعني هو صفر ويبقى صفر مثلا هنا. اذا انت تجي تريجر مثلا هاي تي 1 جته بهذا الزمن صعد واحد ويبقى واحد ما يغير حالته بعد، مو مثل هنا بعد شوية يرجع ينزل للصفر، لا هذا يبقى حالته واحد إلى أن تجي تريجر ثانية تحول حالته للصفر وهم يبقى يستمر صفر، من تجي بعد تريجر أخرى يصعد واحد ويبقى واحد، تجي بعد تريجر أخرى ينزل صفر. فالباي ستيبل ما يغير حالته إذا ما تجي تريجر. الأس تيبل لا، الأس تيبل ما يحتاج تريجر، هو يغير حالته من كيفه 0 1 0 1. المونو ستيبل يثبت على حالة واحدة، من تجي تريجر
يغير حالته لفترة معينة ويرجع هو من كيفه ينزل للصفر. وقلنا الباي ستيبل هو تتغير الحالة مالته من حالة إلى أخرى فقط لما تجي التريجر. هذه دائرة الاستيبل مالتي فايبريتر. الكونفيجريشن مالت الدائرة يكون بهذا الشكل. الخمسة عندي ما مربوط، الأربعة أقدر أربطها أو ما أربطها، الثمانية مربوط VCC ومربوط أيضا بمقاومة اللي هي R1، مربوطة بالسبعة اللي هو الديسشارج، وأيضا مربوطات بمقاومة R2. الاثنين والستة مربوطات سوية ومربوطات على الطرف الثاني من R2، وأيضا مربوطات الطرف المتسع اللي بدورها مربوطة للجراوند. الجراوند هنا أيضا مربوط للجراوند شيء أكيد، والأوتبوت أخذه من pin رقم 3. شو راح تشتغل عندي هذه الدائرة؟ هنا الدائرة أول ما تبدي عند الـ VCC هذا إيش راح يسوي؟ راح يبدي يشحن المتسعة. ليش؟ لأن المتسعة مربوطة بين الـ VCC والـ Ground. شلون راح تشحن؟ راح تشحن عن طريق الـ RPI أو الـ R1 والـ R2 وأيضا المتسعة. الشحن التيار راح يمر بهذا الشكل إلى الجراوند. من شحنة المتسعة راح تبدأ تشحن، طبعا تبدي من الصفر وتصعد، يعني شحن المتسعة يبدي من الصفر فولت ويبدي يصعد. خلينا نشوف هسه initially، خلينا نقول المتسعة 0 فولت. بعدي ما شحن ايش عندي؟ عندي هذا الكومباريتر وين مربوط؟ مربوط الجزء الموجب مالته مربوط على الثلث VCC. ليش؟ لان كنا هاي المقاومة القيمة الفولتية مالتها هي ثلث VCC. الجزء السالب مالته وين مربوط؟ مربوط على المتسعة. زين، المتسعة بما انه هي فولتيتها 0 فولت، يعني بعد ما شاحنة، إذن ياهو الأكبر الثلث VCC، مهما كانت قيمة VCC هي أكبر من الصفر. إذن الأوتبوت هنا أنا واحد، الأوتبوت شنو؟ واحد على الست. إذن الكيو داش إيش قد؟ الكيو داش صفر، لأن الست واحد فالكيو داش صارت عدة صفر. بما أنه الكيو داش صفر، إذن هذا الترانزستور أوف. ليش؟ لأن هنا شو وقت يشتغل عندي هذا الترانزستور؟ لما يجي تيار بالبيس، وتيار البيس يجي لما الكيو داش يصير عندي واحد. الكومباريتر الآخر هذا الفوق، الجزء السالب منه وين مربوط؟ مربوط على هاي اللي هي قيمتها ثلثين الـ VCC، لأن قلنا هاي ثلث وهاي ثلث، إذن الجزء السالب مربوط على ثلثين الـ VCC. الجزء الموجب وين مربوط؟ الجزء الموجب مربوط على المتسعة. الجزء الموجب مربوط عندي على المتسعة. إذن الأوتبوت إيش قد عندي؟ المتسعة قلنا إيش قد فولتيتها؟ فولتيتها صفر. فلهذا الأوتبوت مالت الكومباريتر الفوق اللي هو الكومباريتر رقم واحد خلينا نقول هو صفر. قيمة الاوتبوت مالته صفر. ليش؟ لأن الجزء السالب أكبر من الجزء الموجب. الجزء الموجب مربوط على المتسعة، قيمة الفولتية مالته صفر، والجزء السالب مربوط على المقاومة اللي هي قيمة الفولتية مالته ثلثين الـ VCC. راح تبدأ تشحن عندي المتسعة، تبدأ تشحن إلى أن توصل ثلث الـ VCC.
احنا قلنا الاوتبوت مالت الكومباراتور الاسفل ايش قد قيم ايش قد الاوتبوت مالتها؟ الاوتبوت مالتها واحد لان ثلث الفي سي سي اكبر من الصفر. زين اذا شحنت المتسعه وعبرت الثلث عبرت ثلث الفي سي سي ايش راح يصير عندي؟ او خلينا نقول قبل هسه من ما تعبر ثلث الفي سي سي قبل ما تعبر ثلث الفي سي سي بعد المتسعة صفر قلنا الاوتبوت مالت السيت قلنا الاوتبوت مالت السيت هو هنا كيو زيرو. اذا الاوتبوت هنا على بن رقم ثلاثة ايش قد عندي؟ عندي واحد. ارجع اعيد هذا انه عندي اني هنا جزء الموجب اكبر من الجزء السالب فالاوتبوت مالت الكومباراتور هذا هو واحد فالست راح يكون واحد. اذا الكيو الاوتبوت او الانفيرتنج مالت الكيو داش راح يطلع لي الاوتبوت مالتي واحد. اذا نشوف هنا واحد. زين هسه ايش راح يصير؟ عبرة المتسع الفولتية مالتها نشوف هنا عبرة الثلث في سي سي قامت تصعد صارت أكثر من ثلث لكن بعدها أقل من ثلثين. أكبر من ثلث لكن أقل من ثلثين من عبرة أكبر من ثلث. إذا صار هنا الجزء السالب أكبر من الجزء الموجب يعني هي أكبر من ثلث في سي سي فصار الجزء السالب أكبر من الجزء. إذا الأوتبوت هنا قد طلع لصفر والاوتبوت انيشال هنا نجد ايضا صفر. فاذا صفر صفر نو تشينج الاوتبوت راح يستمر نفسه يعني راح لا الكيو داش راح تتغير ولا الكيو راح يتغير. عندي اجي هنا هذه صح عبرة الثلث في سي سي اللي هو الموجب لكن السالب ايش قد؟ سالب ثلثين فما راح تتاثر عندي تبقى عندي هنا الاوتبوت ايضا يبقى صفر الى ان المتسع الشحن مالته يوصل لشقد؟ يوصل للثلثين في سي سي. من وصل للثلثين في سي سي اذا نشوف هنا وصل للثلثين في سي سي وعبر شويه الثلثين عبر الثلثين في سي سي يعني صار الجزء الموجب قبل شويه كان الجزء السالب اكبر من الموجب بس هنا صار الجزء الموجب اكبر من الجزء السالب. ما طول صار الجزء الموجب أكبر من الجزء السالب إذا الأوتبوت إيش صار بي؟ الأوتبوت صار واحد. إذا الريسيت صار واحد. الكيو داش صارت واحد. الكيو صارت صفر. إذا الأوتبوت إيش طلع لي؟ الأوتبوت طلع لي صفر. لكن الكيو داش إيش قد؟ الكيو داش واحد. الواحد مال كيو داش ايش راح يسوي مثل ما قلنا قبل شوية؟ الواحد مال كيو داش ليش طلع لي واحد بالكيو داش؟ لأن الريسيت صارت واحد لأن هذا صار الموجب أكبر من السالب الفولتية مالته لأن هاي الفولتية مالته المتسعة صارت أكبر من ثلثين الفي سي سي. فالكيو داش من صار واحد هذا ترانزستور صار بي ترانزستور اشتغل ليش؟ لأن جا تيار على البيس مالته. ما طول الترانزستور اشتغل ايش راح يصير؟ راح يصير شورت سيركت عندي بين بن رقم سبعة اللي هو اسمه الديسشارج وبين الجراوند لان الطرف الثاني او الاميتر مالت الترانزستور مربوط بالجراوند بينما الكولكتر مربوط بين ار1 وبي1 ار1 وار2 اسف. فايش راح يصير عندي؟ متسعة راح اشوف عندها طريق للديسشارج بهذا الاتجاه بما انه عندي هنا شورت سيركت بالترانزستور اشتغل عليه الترانزستور وصار في شورت سيركت فراح تقوم المتسعة تسوي ديسشارجينج بهذا الطريق اللي هو متسعة R2 او RB الى الترانزستور الى الجراوند راح يصير عندي ديسشارج تبدي المتسعة تفرغ. بس انتبه شوي هنا على هذه من تبدي المتسعة تفرغ اذا ايش صار عندي؟ نزلت الفولتية مالتها أقل من ثلثين في سي سي هي إحنا بدأت تشحن وصلت أعلى من ثلث أعلى من الثلث بعدين وصلت أعلى من الثلثين
أول ما وصلت أعلى من الثلثين راح تتفرغ. ليش؟ لأن قلنا الترانزستور اشتغلت وبتتفرغ. من تبدي تفرغ ايش راح يصير؟ راح تقل فوطيتها أقل من ثلثين في سي سي. إذا نشوف هنا أنا بهذا اللي على اليسار بدأت صعدت من الصفر، صعدت ثلث في سي سي، صعدت أكبر من ثلث في سي سي، وصلت ثلثين في سي سي. من وصلت ثلثين في سي سي فوطيتها راح تبدي تقل، راح تبدي تسوي ديسشارج. من سوى الديسشارج راح يصير؟ راح طبعا شيء اكيد انه فوطيتها تصير اقل من ثلثين لان نزلت من هنا، راح يصير السالب اكبر من الموجب. بما انه السالب اكبر من الموجب اذا طلع لي هنا صفر، وصفر هنا اوريدي عدي صفر لان هي اكبر من ثلث في سي سي. السالب اكبر من ثلث في سي سي، فهنا عدي صفر فصار الصفر صفر no change. اذا راح يستمر صفر الاوتبوت، الاوتبوت راح يستمر صفر، الكيو راح يستمر صفر الى ان تنزل لوين؟ تنزل ثلث في سي سي، توصل ثلث الفي سي سي او تنزل شوية اقل من ثلث الفي سي سي. من توصل شوية اقل من ثلث الفي سي سي ايش راح يصير؟ راح يصير الثلث اللي هو مربوط على الجزء الموجب اصغر من اكبر اسف من اللي موجود على الجزء السالب، فراح يصير هنا الموجب اكبر من السالب، راح يطلع لي اوتبوت 1 ست 1 كيو ايضا راح يصير 1. اذا الاوتبوت راح يصعد يصير 1، من الاوتبوت صعد صار 1، الكيو داش ايضا ايش صارت؟ صار صفر. الترانزستور انطفى، الدسشارج وقف، تبدي المتسعة تشحن من جديد. اذا نشوف هنا بالجراف توصل ثلث بعدين ترجع تشحن من جديد، توصل ثلثين يشتغل عدة الدسشارج راح يبدي يفرغ، بعدين تنزل ويشتغل عندي هذا الكومباراتور وهكذا. اذا هذه دائرة الاستيبل ايش راح يصير عندي؟ راح تبدي المتسعة تشحن، توصل ثلث في سي سي، من وصل ثلث في سي سي تغير عندي الكومباراتور، الاوتبوت مالته كان 1 صار 0. بعدين وصل ثلثين في سي سي الاوتبوت صار 1، تبدي المتسعة تسوي ديسشارج الى ان تنزل الفولتية مالته الى اقل من ثلث يشتغل عندي وهكذا. تبدي تبقى المتسعة تشحن وتفرغ، تشحن وتفرغ الى ما لا نهاية، يعني ما راح يوقف عندي الاوتبوت. فالاوتبوت راح يستمر 0101 الى ان اشيل، يعني اطفي الدائرة، افصل الجي سي سي عن الدائرة، ولا هي تبقى مستمرة. زين، شغلة اخرى هم لازم نعرفها بهذا الاكسرسايز، انه انا عندي جزء موجب من الموجة اللي هو 1 وعندي 0 بالاوتبوت، لكن الفترة مالت الواحد تختلف عن الفترة مالت الزيرو. ليش؟ يعني الانترفل بين، يعني خلينا نقول هذا من صعدة الموجة الى نزلتها تختلف عن من نزلتها الى ان تصعد مرة ثانية، يعني زمن التشارج يختلف عندي عن زمن الدسشارج. ليش؟ لأن التشارج راح يصير عندي عبر R1 و R2 والمتسعة، هذا طريق الشحن. إذا نشوف هنا أنا بشكل أوضح، التشارج عندي اللي هو بالخط البرتقالي راح يكون عندي عبر R1 و R2 و C1، بينما الدسشارج اللي هو التفريغ راح يصير عبر المتسعة و R2 فقط. متسعة وR2 فقط طبعا، ويرجع على الترانزستور ويروح على الجراوند. فهنا بهاي الحالة انه التي هاي راح تكون اكبر من التي لو. للمعادلات طبعا المطلوبات اكيد راح افصلهم بالسلايد الجاية. هنا اذا شوفوا ان هي تصعد من الصفر تعبر ثلث الفي سي سي تشحن، هذا زمن الشحن اللي هو راح يكون عندي التي هاي اللي هو قيمته 0.693 في R1 زائد R2 في
C1 اللي هو R1 وR2 زائد هذه الوحدة زائد الثانية في C1 في تقريبا 0.7 اللي هو هذا زمن ال TI. بينما T-Low ايش راح يصير عندي اللي هو زمن التفريغ، راح تقوم تفرغ على كيف، راح تكون تفرغ على كيف. ليش؟ لأن راح تمر فقط بR2، راح تمر فقط بR2. زين بهاي الحالة إذا نشوف هنا زمن الهاي يختلف عن زمن اللو. طبعا حسب الديزاين مالتي أقدر أغير زمن الهاي وأقدر أغير أيضا بزمن اللو، وأقدر أحسب التوتال فريكونسي أو التوتال تايم اللي هو تي هاي زائد تي لو، والفريكونسي اللي هي واحد على كابيتال تي تطلع لي شقد الفريكونسي بالهرتز بهاي الدائرة اللي هي دائرة الاستيبل. زين أنا إذا شلون أحصل على تي هاي يساوي تي لو؟ شلون أحصل على تي هاي يساوي تي لو؟ هذني المعادلات عندنا قلنا تي هاي أو تي 1 اللي هو 0.693 R1 C1 R1 R2 في C، والتي 2 اللي هو 0.693 في R2 في C، الكابيتال تي اللي هي التوتال تايم اللي هو تي 1 زائد تي 2 يساوي 0.693 R1 زائد 2 في R2 في C، التوتال تايم مال كل الموجة. إذا نلاحظها هنا أنا هاي تي 1 وهاي تي 2 وهاي الكابيتال تي اللي هي مجموعة الاثنيناتن، الفريكونسي هي واحد على كابيتال تي تصير 1.44 على R1 زائد 2 R2 كلهم في سي. الديوتي سايكل، شنو الديوتي سايكل؟ الديوتي سايكل هو جكيت نسبة زمن التي اون على الزمن الكلي. هذا التي اون اللي هو الهاي، طبعا هذا تلقوا مرة يسموه تي اون مرة يسموه تي هاي مرة تي اون، المهم هو هذا الزمن من هنا اللي هو لما السيجنال مالتي تكون واحد. إيش قد نسبته من الزمن الكلي؟ إيش قد نسبة التي ون؟ يعني إذا التي ون كان 60%، يعني إذا كانت الديوتي سايكل 60%، إذا التي ون يشكل 60% من التوتال تايم. يعني إذا كان التوتال تايم 1 سكند، والتي ون مالتي عندي 600 ملي سكند، فالديوتي سايكل مالتي تكون 60%. حتى أحصل على سكوير ويف عادية اللي هي التي اون مالتي يساوي التي اوف، أو الزمن اللي تصعد بيه يصير واحد يساوي الزمن اللي تنزل وصير زيرو. إذا أريد المساويات لازم الديوتي سايكل مالتي تكون 50%، يعني النص الديوتي سايكل تكون على الهاي والنص الثاني يكون على اللو. شلون أحصل هذه الخمسين بالمئة؟ أقدر أحصلها من هنا نفس هذه الدائرة، أقدر أربط دايود على R2 وأخلي R1 يساوي R2. إيش راح يصير إذا ربطت الدايود؟ إذا ربطنا دايود هنا الشحن وين راح يصير؟ راح يصير على R1 بس ما يمر بR2، يمر بالدايود اللي يكون اتجاهه للأسفل ويمر على C1. فالتي هاي ايش راح تصير؟ بدل هاي المعادلة تصير 0.693 R1 في C بدون الR2. ليش؟ لأن عبر على الدايود وعبر الR2. بينما زمن التفريغ ايش راح يصير؟ راح يصير C1 R2 لأن الدايود راح يكون off، فصير C1 R2 بس اللي هو نفس هذا C1 R2. إذن التي هاي راح تصير C1 R1 والتي لو راح تصير C1 R2. إذا كان R1 و R2 متساويات بالقيمة راح أطلع على 50% ديوتي سايكل. لا بس لازم يكون عندي هنا دايود على الR2.
هستنجي المونو ستيبل مالتي فايبريتر. المونو ستيبل مالتي فايبريتر طريقة عملها تقريبا نفس الستيبل مالتي فايبريتر، لأنه هو نفس الديزاين الداخلي مالت التريبل فايف تايمر. هذا الكونفيجريشن مالت المونو ستيبل مالتي فايبريتر. إذا نشوف عندي شوية يختلف عن الستيبل، صح هو نفس الشيء لكن باختلاف بسيط، اللي هو يحتوي على سويتش هنا، أو مو شرط سويتش، أي تريجر خارجية أقدر أحصلها من ناتج جينيري تريجر، أي تريجر تجي تكون مربوطة هنا اللي هو بين بين رقم 2 وبين الجراوند. بس حاليا مثلا خلينا نعتبر سويتش، والسويتش مفتوح، عندي الثماني الـ VCC مربوط بها R1 اللي هي مربوطة على الديسشارج بالرقم 7، بالرقم 7 بالرقم 8 مربوطة، بالرقم 6 آسف مربوطة على السوية، بالرقم 6 مربوط على السيون. بين بن 8 وبين رقم 2 عندي R2، وبقية الكونفيجريشن نفسه اللي هو عندي الجراوند هنا والست والريسيت، الاوتبوت والكنترول فولتج تكون نوت كونكتد. الانيشيالي قبل ما نبدي، يعني خلينا نقول السويتش مفتوح عندي هنا، ايش عندي؟ عندي الجزء الموجب مال هذا الكومباراتور اللي بالاسفل مربوط على ثلث في سي سي، قيمة هاي المقاومة بالفولتية مالتها ثلث في سي سي. الجزء السالب مربوط هنا اللي هو مربوط مربوط على الفي سي سي. اذا الجزء السالب هو اكبر من الجزء الموجب، ليش؟ لان هذا في سي سي وهذا ثلث في سي سي، اذا الاوتبوت هنا عندي صفر، اذا الست صفر. اجعل هذا الكومباراتور الفوق، الجزء السالب مالته مربوط ثلثين في سي سي، مربوط ثلثين في سي سي، والبلس البلس مربوط على المتسعة ومربوط هنا على الديسشارج. الاوتبوت مالت الكيو داش بما انه السيت صفر، اذا الاوتبوت صفر هنا، الكيو داش اسف الاوتبوت مالتها واحد، الكيو صفر والكيو داش واحد. بما انه الكيو داش واحد اذا هذا الترانزستور مشغال، بما انه الترانزستور شغال اذا المتسعة دائما تفرغ ما تشحن، اذا الاوتبوت صفر. ليش؟ لان كيو داش واحد، نجي نسوي انفيرتينج هنا راح يطلع الاوتبوت صفر، والاوتبوت يستمر صفر لان ما عندي اي شيء يغير من هاي الحالة. المتسعة اوريدي شورت سيركت ديسشارج تسوي، اللي هي اصلا مشحونة، السويتش هنا مفتوح، ما عندي بعد متسعة ثانية تغير لي من حالة الدائرة، اذا حالة الدائرة مستقرة على الصفر، الاوتبوت مالتها صفر لكيو داش واحد. هسه شو اسوي؟ اجي اغلق هذا السويتش. لما اغلق السويتش راح يصير عندي الجزء السالب مالت هذه مال هذا الكومباراتر اللي هو كان مربوط على الفي سي سي راح يربط على الجراوند، لان عندي هنا مقاومة فالربط مباشرة راح يربط عندي على الجراوند. فبهاي الحالة راح يصير عندي الجزء الموجب أكبر من الجزء السالب. ليش؟ لأن الجزء الموجب ثلث في سي سي والجزء السالب صار عندي صفر، الجزء الموجب صار أكبر من الجزء السالب. هنا صار عندي الست، الريسيت بعد زيرو، الست صار واحد، الكيو داش صار صفر لأن الست الكيو صار بالست، صار الكيو صار واحد، الكيو داش صار صفر. بما انه صارت عندي صفر، شبيه ترانزستور راح ينطفي. من ينطفي الترانزستور ايش راح يصير عندي؟ هذا الكونكشن هنا ينقطع. ليش؟ لان طفى الترانزستور صار هنا اوف سيركت. فالمتسعة ايش راح تبدي تسوي؟ راح تبدي تشحن. من تبدي تشحن راح تبدي من الصفر وتصعد. هنا عندي جزء السالب اللي هو ثلثين في سي سي، والجزء الموجب مربوط على المتسع كان صفر، هسه راح يبدي يشحن. يبدي يشحن الاوتبوت، ايش صار عندي؟ الاوتبوت صار عندي واحد،
ليش؟ لأن الكيو داش صار صفر وصار له انفيرتنج، صار الاوتبوت عندي واحد. إذن مباشرة رأسا مندست هذا التريجر أو هذا السويتش صار اون، هنا الجزء السالب صار صفر، الجزء الموجب صار أكبر من الجزء السالب، السيت صار عندي هنا، الاوتبوت تغير من صفر إلى واحد. قبل شوي ايش قلنا الاوتبوت هو ثابت على الصفر، لكن هسه صار الاوتبوت هو واحد، تغيرت حالته من صفر إلى واحد. بهاي الحالة راح تبدأ المتسعة قلنا تشحن، تشحن المتسعة إلى أن توصل 30 VCC. من وصلت 30 VCC وشوية أكبر من 30 VCC صار جزء الموجب أكبر من الجزء السالب، لأن الجزء السالب هو 30 VCC، فالجزء الموجب صار أكبر من الجزء السالب. إذن صار عندي ريسيت. في حال يصير عندي ريسيت، الكيو داش ايش قد يصير عندي؟ صار عندي واحد. الاوتبوت ايش قد يصير عندي؟ صار عندي زيرو. ليش؟ لان عندي انفيرتنج. بما انه عندي صار ريسيت واحد، وطبعا ملاحظة نسيت اقولها، انه التريجر السويتش ما يظل مغلق. لو انت السويتش مو سويته من غلقته راح ينفتح، لان هي تريجر تجي شوية وتروح، يعني مو ثابتة. فمن راحت للتريجر رجع عندي الجزء الموجب، رجع عندي اسف الجزء السالب اكبر من الجزء اللي راح اربط مباشره على البي سي سي. نرجع هسه، بما انه الار صارت واحد لان هاي عبرت الشحن المتسع عبر 30 البي سي سي، الار صارت عندي واحد، الكيو داش صار عندي واحد، الاوتبوت رجع على الحالة الأصلية اللي قلناها بالبداية اللي هي صفر. الواحد مالت الكيو داش شغل الترانزستور، متسعة قامت تسوي ديسشارج. من بداية المتسعة تسوي ديسشارج صارت هذه الجزء الموجب أقل من الجزء السالب، لأن الجزء السالب صار 30 VCC وهاي بدأت وصلت 30 وبدأت تسوي ديسشارج، فصارت أقل من 30، فصار الجزء السالب أقل أعلى من الجزء الموجب. الأوتبوت صارت هنا صفر 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 no change. إذن يبقى الأوتبوت عندي كان هو صفر ويبقى صفر بالأوتبوت، وهذا يبقى الترانزستور عندي مشتغل. ليش؟ لأن الكيو داش واحد no change. شو وقت تتغير الحالة؟ تتغير الحالة لما أرجع مرة ثانية أدوس هذا البوش بوتن او السويتش، او تجيني تريجر خارجيه، مو شرط سويتش. كنا لما تجي تريجر خارجيه راح تتغير حاله هذا الكومبارتر، يصير هنا عندي واحد، الاوتبوت يصعد واحد، تبدا المتسعه تشحن عن طريق الار1 في سي سي ار1 سي1، تشحن عند المتسعه الى ان توصل 30 في سي سي، تتغير قيمه ال الكيو داش، يشتغل عند الترانزستور، تبدأ تسوي ديسشارج. إذن الحالة مالت المونو ستيبل هي حالة مستقرة، إلا في حالة إنه تجيها تريجر خارجية أو هنا عندي هاي البوش بوتن. إيش قد قيمة الأوتبوت؟ لا شوفوا قبل شوية هذا الرسم، إنه إلا تجيني تريجر خارجية يلا يصعد عندي الأوتبوت، يصعد عندي واحد ويستمر واحد لفترة معينة. قلنا هاي تشحن، تبدأ تشحن المتسع على ما توصل 30 في سي سي، يشتغل عدة ترانزستور، ترجع تطفي من جديد وتبقى الفليب فلوب 0 0 no change. تبقى عندي هاي الحالة هي no change إلى أن تجي تريجر خارجية تصعد لي مرة ثانية. قيمة التي 1 هي هذه اللي هو 1.1 R1 في سي 1. ليش؟ لأن هو يصعد واحد فقط على قدر الشحن المتسعة، على قدر شحن المتسعة من الصفر إلى 30 الفي سي سي فقط. بهذه الفترة هو راح يصعد واحد وبعدين يرجع لي إلى الصفر. هذا الفيجر بالضبط يوضح لي شلون تصير العملية.
تجيني التريجر هنا الخارجية، ستارت بهذا الشكل، راح تبدي الاوتبوت يصير واحد اللي هو على قد التشارجينج مال متسعة من الصفر للثلثين في سي سي، اثنين عند ثلاثة في سي سي. راح تشتغل عد يشتغل على الترانزستور، يبدي يسوي ديسشارج مباشرة، وبعدين إلى أن انتظر تريجر ثانية تصير عدي تبدأ تشحن المتسع. هسه هنا شو نقول لك، إذا تلاحظون هذه ال هنا التريجرات فوق، أول واحدة فوق التريجر، وهذا الأوتبوت، وهذا الجزء الأخير اللي هو الديسشارج مال متسعة، تشارج وديسشارج مال متسعة. إذا أجتني تريجر خارجية وصعدت عندي التايم، طبعا التريجر تكون كلش بسيطة يعني بالملي سكند، خلنا نعتبر البريود التايم بريود هي قيمتها 2 ملي سكند أو 2 سكند، اللي هي الأوتبوت هو يستمر صفر إلى أن تجي تريجر، يصعد 2 سكند يستمر 2 سكند ويرجع. إذا خلال هاي الفترة تجيني تريجر ثانية، يعني بعد ما نازل ما راجع للحالة الأصلية مالته وتجيني تريجر ثانية، شو أسوي لها؟ أحملها، تنهمل. ليش؟ لأنه ما راح يغير شيء بالدائرة مالتي، الدائرة تستمر نفس الستيت مالتها، ما راح يمدد لي من التشارجينج تايم. ليش ما يمدد لي من التشارجينج تايم؟ لأن هي متسعة سوى تشارجينج، يعني هي تبدي من الصفر للثلثين في سي سي، ما طول هي بعدها ما وصلت للثلثين في سي سي، فما راح يغير لي أي شيء بالـ output signal مالتي. فإذا أجتي أي تريجر ثانية خلال الفترة مالت الـ on time ما راح تأثر عندي أي شيء. الدائرة الأخرى اللي هي الـ bistable multivibrator، الـ bistable multivibrator هي تقريبا مشابهة للـ monostable، لكن هنا أنا ما عندي متسع، بدل المتسع عندي switch. إذا تشوفون comparator اللي هي الأولى اللي هي اللي فوق المربوطة، بين رقم 6 مربوط يعني يعتبر صفر، البن الآخر اللي هو يعني الجزء السالب مالتها يكون مربوط على 30 في سي سي، إذا الأوتبوت مالته دائما زيرو، إذا الآر دائما زيرو. هنا اللي هي الكمبارتر الثاني اللي هي اللي جوا صاير عندي، الجزء الموجب مالتها مربوط على 3 في سي سي، الجزء السالب مربوط على في سي سي، اذا الاوتبوت ايضا زيرو، اذا زيرو زيرو نو تشينج، اذا الاوتبوت ايش ما كان يبقى نفسه. هنا الريسيت مالت الفليب فلوب مربوط على الـ VCC، ما طول الـ Reset مربوط و Reset Dash مربوط على الـ VCC. Bistable multivibrator كنا إذا على السويتش الأول البوش بوتن داست عندي هنا، الريسيت هو مربوط أصلا على الـ VCC، مربوط على الـ VCC، فالـ Q داش هي صفر. من ندوس هاي البوش بوتن الريسيت، وطبعا الريسيت ريسيت داش، فالريسيت داش راح يصير عندي راح يشتغل، فالكيو داش راح يصير واحد، الاوتبوت راح يتغير عندي راح يصير صفر. من شلت ايدي من البوش بوتن الاوتبوت راح يرجع زيرو زيرو، هنا هاي راح ترجع زيرو زيرو، اذا الاوتبوت ما راح يتغير عندي. بالحالة الثانية لما ندوس البوش بوتن الثانية، من دسنا هاي البوش بوتن قلنا بما انه البلس هو 3 في سي سي تي والماينس هو في سي سي كاملة، من ندوس البوش بوتن راح يصير السالب
على الجراوند، فيكون البلس أكبر من الماينس، يصير عندي هنا ست، الأوتبوت يصير واحد. إذن هنا بهاي الحالة السيجنال مالتي راح تتغير، راح تكون تجيني تريجر تحول لي إياها واحد، تجيني تريجر ثانية تحول لي إياها صفر، تجيني تريجر تحولها واحد، تجيني تريجر ثانية. إذن تريجر واحدة من التريجرات تحول لي إياها واحد والثانية تحول لي إياها صفر. إذا نلاحظ هنا ما عندي أي متسع، إذن ما عندي أي تايمينج، ما بيها أي قانون هذه الدائرة. ليش؟ لأن التايم مالته يعتمد على آني شو وقت أدوس البوش بوتن، مو على الدائرة شو وقت تشحن وش وقت تفرغ. وبهذه الدائرة راح ننهي الدرس مال التربل فايف تايمر. اليوم أخذنا التربل فايف تايمر اللي هو آي سي يستخدم مجالات عدة. هذا الآي سي بثلاث أنواع، يعني استخدمناه كمالتي فايبريتر بهاي المحاضرة، اللي هي الأستيبل، المونوستيبل، والباي ستيبل. أخذنا دائرة الأستيبل، أخذنا دائرة أيضا المونوستيبل ودائرة الباي ستيبل.